السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك بلادي. إن شاء الله النهاردة معنا خمس محاور مهمة جدا جدا في حلقتنا. أولا هنتكلم عن عمر السومة والدوري السعودي ومباراة اليوم، بعد كده هنتكلم عن آخر استعدادات المنتخب السوري قبل السفر للفلبين، بعد كده هنتكلم عن تصريحات الكابتن فراس الخطيب المهمة جدا جدا قبيل السفر إلى الفلبين وقبيل الاجتماع اليوم مع اللواء موفق جمعة، تصريحات مهمة جدا جدا لا تفوتكم. وأخيرا كما عودناكم لدينا فقرة عن الميركاتو السوري، وآخر فقرة سنرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. ونذهب فورا مع الموضوع الأول والحديث عن مباراة عمر السومة اليوم تحديدا، وإن قبل قليل انتهت مباراة الأهلي السعودي والاتفاق السعودي، واستطاع النجم السوري المحبوب والخلوق العكير عمر السومة أن يسجل الهدف الأول للأهلي السعودي، كان هدف التقدم الهدف الوحيد، وبعد كده سجل نادي الاتفاق هدف أيضا في الدقيقة 54، ثم اختتم نادي الأهلي السعودي بهدف الفوز للاعب عبد الرحمن الغريب. عمر السومة سجل الهدف الأول في الدقيقة 46، أي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والهدف رائع جدا جدا، كنت أتمنى أن أنا أعرضه ليكم لكن للأسف ده مخالف لسياسات اليوتيوب. ولكن دي جانيني تافاريس رفع كرة عرضية لعمر السومة، وعمر السومة بكل سهولة كما عهدناه سجلها برأسه ليسجل الهدف الأول للأهلي السعودي. مبروك لعمر السومة أولى أهدافه بالدوري السعودي، وإن شاء الله بإذن الله يكون موسم خير عليه بالدوري السعودي. وأيضا لفتة طيبة من العكيد عمر السومة، حيث نشر عمر السومة على صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة لمشجع نادي أتشيرين عبد الحليم حوا، وكتب أعلاها: الله يرحمك يا رب ويغفر لك، عظم الله أجركم. أتمنى من جماهير الأندية السورية بعد هذه الحادثة أن توقف الاحتفالات بالألعاب النارية وأن تحتفل بالهتافات خوفا عليكم، مع حبي وتقديري للجميع. ونذهب للفقرة الثانية والحديث عن خلاصة لقاء اللواء موفق جمعة اليوم مع المنتخب السوري الأول للرجال، وأيضا التقى مع بقية المنتخبات الأولمبي ومنتخب الشباب، ولكن سنتحدث اليوم عن المنتخب الأول للرجال. التقى اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام منتخب السوري للرجال أو المنتخب الأول قبل مغادرة الفلبين لخوض أولى مباريات التصفيات المزدوجة لنهائيات آسيا 23 والعالم 2022، وبحضور دكتور إبراهيم أبا زيد رئيس لجنة تسيير الأمور في اتحاد الكرة والتحضير للانتخابات المقبلة. وأكد اللواء موفق جمعة أن أمال الشارع الرياضي بجماهيره الغفيرة معقودة على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية تكون بمثابة انطلاقة جديدة للمنتخب السوري الأول للرجال في التصفيات، مشيرا إلى دعم الاتحاد الرياضي العام لكل متطلبات المنتخب في مشواره لإظهار صورة طيبة مشرقة للرياضة السورية. بدوره مدرب المنتخب فجر إبراهيم أكد جهوزية جميع اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة الافتتاحية، لافتا إلى أن المعنويات عالية وسيقدم الجميع من لاعبين وإداريين وفنيين كل الجهد للخروج بنتيجة إيجابية، موضحا في الوقت ذاته أن المنتخب يحترم جميع المنتخبات ويتعامل أيضا مع كل مباراة على أنها مباراة وعلى أنها بطولة مستقلة. يشار إلى أن المنتخب السوري سيلتقي نظير الفلبيني يوم الخميس المقبل عند الساعة 2:30 ظهرا. وأيضا غير مؤكد، البعض قال أن عمر خريبين بعد مباراة الهلال المقبلة سيلتحق مع المنتخب السوري بإذن الله. طبعا الغير مؤكد هنا هو معاد التحاق عمر خريبين، ولكن بكل تأكيد إن شاء الله بإذن الله عشان ما تزعلوش، عمر خريبين بإذن الله سيلتحق مع المنتخب السوري، ولكن مش محدد بالضبط الميعاد إمتى، إما غدا أو بعد غد. وأيضا كثير منكم سأل عن معلق المباراة، مباراة سوريا والفلبين. أيضا تم الإعلان بشكل شبه رسمي أن المعلق يوسف سيف سيكون معلقا لمباراة المنتخب السوري الأول للرجال والمنتخب الفلبيني. وننتقل للموضوع الثالث والحديث عن تصريحات الكابتن فراس الخطيب. صرح الكابتن فراس الخطيب العديد من التصريحات في مكالمة تلفونية مع أحد البرامج التلفزيونية، وقال فيها كلاما مهما أنقله لكم كما هو: إن شاء الله الأمور تكون بأحسن صورة، خصوصا أن أغلب اللاعبين السوريين كانوا مشاركين في بطولات عربية والمحترفين أيضا مرتبطين مع أنديتهم، وما تلاها من إصابة محمد المرمور، ونتمنى ألا تبعده تلك الإصابة عن الملاعب كثيرا. إلى يوم 30 بالشهر لم نجتمع لأن كل اللاعبين مع أنديتهم، يوم واحد في الشهر اللي هو غدا بإذن الله سنكون بإذن الله مجتمعين كلنا في الفلبين، كلنا سنجتمع بإذن الله في المباراة، لن يكون هناك غيابات، والتركيز في هذه المباراة بيكون أمر مهم.
لم نقدم المستوى المرغوب مع المنتخب في بطولة غرب آسيا وفي بطولة نهرو، ولكن سنفتح صفحة جديدة مع الجماهير السورية بمباراة الفلبين. الكابتن عمر خريبين من أفضل لاعبي آسيا، وسجل ما شاء الله عليه مع نادي الهلال بالدوري السعودي، ولكن المنتخب فوق كل الأسماء. كل لاعب عندنا بالمنتخب له اسمه، سواء كان صغير أو كبير بالعمر، أصغر لاعب مثل أكبر لاعب، ومن يقدم أداء جيدا من اللاعبين هو الأفضل. نركز في المنتخب الآن على أننا نجوم داخل الملعب ولسنا نجوم خارج الملعب. موضوع إبراهيم علمة مع نادي أستيريا النمساوي أثار غضب فراس الخطيب، وقال أن بعض الحاقدين تدخلوا في هذا الأمر، مما أدى إلى فشل المفاوضات مع النادي الأوروبي نادي أستيريا فيينا النمساوي. وأيضا تحدث وقال أنه لا يتمنى أن يحدث هذا مع لاعبين سوريين آخرين. أي لاعب آخر يريد أن يلتحق بنادي أوروبي لابد أن ندعمه، وهذا يفيد المنتخب الوطني ويشرف الكرة السورية. واختتم كلامه قائلا: إلى الآن أنا لاعب نادي السالمية الكويتي، في بعض الأمور حاصلة ومستحقاتي في العام الماضي لم أتسلم منها أي شيء ولا دولار واحد، وإن شاء الله الأمور تتحل بعد مباراة الفلبين. ونأتي للفقرة القبل أخيرة والحديث عن آخر أخبار الميركاتو السوري. نادي الكرامة يضم اللاعب عبدالله جمعة، والذي لعب سابقا لكل من نادي حطين والجيش والمحافظة وتشيرين والنواعير ومنتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي. اللاعب مهدي الحاج يعود إلى صفوف الجزيرة لتمثيل الفريق في موسم 19-20. المهاجم سامر السالم يفسخ عقدي مع نادي الطليعة ويقترب من الانضمام لنادي الاتحاد. الكابتن أمجد السيد ابن السويداء ينضم إلى نادي التعاون الإماراتي، وهو نادي من أندية الدرجة الأولى. ووصلنا للفقرة الأخيرة والمحببة إلى قلبي، والرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة، ونذهب للتعليق الأول من حساب يحمل اسم ناصر HT. أخي العزيز، أنا بشكرك على اللي بتقدم وبتمنى الرد. هل ستكون اللجنة عملها خالص للمنتخب؟ نعم أخي الغالي، اللجنة موكلة بالاتحاد السوري لكرة القدم، واللجنة المكونة من 5 أفراد اللي احنا ذكرناها قبل كده هدفها الوحيد هي تنظيم عملية الانتخابات المقبلة. بالمناسبة رئيس هذه اللجنة التقى اليوم مع المنتخب السوري الأول للرجال قبل سفره غدا بإذن الله أو بعد غد للفلبين، وهي كما قلت موكولة فقط بتنظيم عمليات الانتخابات الخاصة بالاتحاد السوري لكرة القدم، واللي هتكون بإذن الله إن شاء الله في آخر شهر من عام 2019. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم يوسف اليوسف: هل يوجد دعوة للاعب جهاد الحسيني بالمنتخب السوري؟ لا يا أخي الغالي، الأسماء التي تم إعلانها ليس فيها دعوة للاعب جهاد الحسيني. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم محمد مهمس: امتى المباراة والقنوات الناقلة؟ المباراة إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس المقبل الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت دمشق طبعا. أما بالنسبة للقنوات الناقلة فإلى الآن صدقا لم يتم الإعلان على القنوات الناقلة. البعض يقول أن بي إن سبورتس سوف تبث المباراة، ولكن أنا ذهبت واطلعت على الجدول وليس هناك بث لمباراة المنتخب السوري والفلبيني. أعتقد أنها قد تضاف بإذن الله إن شاء الله إما غدا أو بعد غد. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم السوري أرين روبن: أخي الغالي، ممكن تخبرنا كيف الصين جنست لاعب برازيلي؟ وهل بالإمكان منتخب سوريا أو مصر يقوموا بهكذا خطوات؟ أعتقد أنه متاح لأي منتخب من المنتخبات أن يجنس لاعبين من أي جنسية أخرى. بالنسبة للمنتخب القطري، إحنا شاهدنا في كأس آسيا اللي فات اللي فاز به المنتخب القطري جنس عدد كبير من اللاعبين، أصلا هم كانوا عايشين في دولة قطر وبعد كده حصلوا على الجنسية القطرية وأصبحوا لاعبين في المنتخب، ومنهم لاعب مشهور جدا جدا سوداني. أما الحديث عن المنتخب الصيني ففعلا المنتخب الصيني كان عنده 5 محاولات لتجنيس 5 لاعبين برازيليين، ولكن أعتقد في حدود علمي أنه لم يجنس إلا لاعب برازيلي واحد فقط، هنشوفه إن شاء الله في المباراة المقبلة. وبمناسبة موضوع تجنيس اللاعبين، البعض نشر ومنهم الإعلامي المشهور نزار المقداد أن هناك لاعب اسمه خالد رضوان الشيخ حسن. نعم، هو ابن الكابتن رضوان الشيخ حسن اللاعب السوري المشهور والخلوق ومدير المنتخب السوري الأول للرجال السابق. وكتب نزار المقداد أن هناك لاعب اسمه خالد رضوان الشيخ حسن، هذا اللاعب يصنف على الإنترنت على أنه لاعب قطري بالرغم من أنه ابن رضوان الشيخ حسن، فكيف يتعاملون معه على أنه لاعب قطري؟ والمفاجأة أن حسبما قالت تقارير ويكيبيديا أن خالد رضوان الشيخ حسن هو لاعب من أصول سورية ولكنه لاعب يحصل على الجنسية القطرية، وهو لاعب أيضا مع أندية قطرية ومنها نادي الخور ونادي الدحيل ودوري نجوم قطر على أنه لاعب قطري من أصول سورية.
وتعليق اخر من حساب يحمل اسم بسيمة عبد الكريم: شكرا لك اخي، بس عندي سؤال، امتى بدهم يجوا المحترفين يتدربوا مع المنتخب؟ لسه بيلحقوا؟ والله في حدود علمي الى الان المحترفين لم يلتحقوا مع المنتخب السوري، محمود المواس، عمر السومة، عمر خريبين، كل دول سيلتحقوا تباعا مع المنتخب اعتقد على الفلبين مباشرة. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم توفيق العلي: أخي الكريم، هل محمد عثمان لن يشارك أبدا؟ لا يا أخي الغالي، محمد عثمان لن يشارك في المباراة الأولى أمام الفلبين، ولكن بإذن الله بإذن الله سيشارك في المباريات اللي بعد كده تباعا. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم رائد أن: الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، شكرا لك يا غالي، على راسي والله أشكرك أخي. أخي سؤال: هل أنت متفائل بهذه التشكيلة؟ نعم أخي الغالي متفائل بهذه التشكيلة، ولكن بشرط أن يحضر عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس، لأننا باني عليهم أمال كبيرة جدا جدا. وتعليق أخير من حساب يحمل اسم باسم NAGI: أحبك كثير وأتمنى أن تظهر تعليقي في المرة القادمة، هل سيتم محاسبة فجر إبراهيم بعد مباراة الفلبين في حال كان أداء المنتخب ضعيف حتى ولو فاز المنتخب؟ والله أنا كنت في الأيام السابقة شايف أن فجر إبراهيم لولا قدر الله قدم أداء غير جيد مع منتخب الفلبين أنه سيتم إقالته، ولكن بناء على الأحداث اللي حصلت بعد كده واستقالة رضوان الشيخ حسن، ومن وجهة نظري الكابتن فجر إبراهيم مكمل مع المنتخب السوري حتى نهاية التصفيات، وهذه بالمناسبة قراءة شخصية وليس إلا مجرد اجتهاد. في نهاية الفيديو أشكركم جدا على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي نستطيع أن نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم كرة القدم السورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.